كابتن وليد، هناك رأي آخر ومقولة أخرى بتقول نادي الزمالك عمل نفس الموضوع مع ميتشو مع أورلاندو بايرتس، وبرضه استخدم أورلاندو بايرتس وميتشو دفع الشرط الجزائي مع أورلاندو بايرتس. لكن هي المشكلة في نادي الزمالك في التوقيت، توقيت خروج باتريس كارتيرون. أنا شايف المشكلة وأيضا مع نيبوش عشان ما ننساش مع الفيصلي الأردني، وأيضا مع كابتن إيهاب جلال مع إنبي عشان لو وحصلت مع ناس كتير في كل حتة في الدنيا وحتى على المستوى الأوروبي. النهارده كيكي سيتين مثلا بيرفع قضية على برشلونة وفي مشكلة في المستحقات. نيمار لما انتقل بتفعيل شرط جزائي. كابتن عصام الحضري نفسه لما غادر النادي الأهلي ببند في العقد إنك لو عديت 28 سنة وبصيره في الأهلي بصيره في الأهلي. هي أنا من وجهة نظري المشكلة الحقيقية في العقود. لازم نبقى يعني بروفيشنال قوي، لازم نبقى محترفين قوي في كتابة العقود. كتابة العقود تبقى قاسية، لان انت في الاخر مين اللي استفاد من التاني اكتر؟ معلش كارتيرون استفاد من الزمالك اكتر بكتير، واسمه لمع وخد بطولتين وما كانش التعاون السعودي فكر فيه. فبالتالي انا شايف ان الفرق او الاندية هي تكتب عقود تمسك لاعبتها وتمسك مدربينها بشكل يبقى احترافي، كل حاجة كل بند مكتوب. انا ممكن بالعكس، انا ممكن كمان احط بند ان الدور التاني غير الدور الاول. لو عايز تمشي الدور الاول مثلا هاخد منك شرط جزائي شهرين، لو عايز تمشي الدور التاني هاخد منك شرط جزائي سنه. بس في اخلاقيات المهنه يا كابتن وليد. بص يا كابتن، الماني توكس بقى خلاص، انت احنا عمالين نقول كده، ما احنا عمالين نقول كده يا كابتن، وفي الاخر الفلوس ده احلى تصريح. انا مش رايح المكان ده علشان الماده، حاضر. اللعيب الفلاني انا مش سايب. انا اسف كابتن، انا اسف المقاطعه، لكن هو قبلها ب 72 ساعه بعد مباراه الانتاج الحربي اعلن هو خطته المستقبليه مع نادي الزمالك وهيعمل ايه مع نادي الزمالك. يا كابتن ما هو صح؟ ده اكبر دليل على اللي انا بقوله صح. لا ما تجيش يا كابتن، خليك صريح، قول لي انا عندي عرض وقول لي انا همشي بقى، عندي مبلغ فلاني عندي، ما تقوليش انا عندي ظروف عائليه وعندي ظروف. هو ده بقى كابتن، هو ده انا بتكلم على الاخلاقيات في الحته دي بس، لا اكثر ولا اقل. يعني ده دارك، سيبك من حقك انك تمشي ومن حقي ان امشيك عادي، بس حقك تقول لي الصراحه. لا مش من حقك انك تمشي، كلمة حقك انك تمشي ده تحايل كابتن. قانونا هو صح، اخلاقيا هو باطل. قانونا برضه في الاخر حاطط بند. ما هو ده الكلمه اللي انا قلتها وبقولها، ان الاتحادات المسؤوله، ما انت في ناس بتشرف على الكلام ده كله. يعني الاتحاد المصري لكره القدم، هل ينفع مدرب يبقى في نادي ويسيب نادي ويروح نادي تاني في نفس الاسبوع؟ ده صح؟ هل دي اخلاقيات مهنه؟ هل ده صح؟ ما هو لو العقد يا كابتن بيقول انه يدفع سنه ولا النادي هيدفع له. لا حصلت مثلا مع احمد سامي، لا. كان مع اعتقد طنطا وسابه، ما كانش عنده عقد اصلا، ما كانش كتب. طب ازاي مدير فني ينزل ملعب ما عندوش عقد؟ طيب برافو عليك. هو انا بقى بقول لك ازاي اتحاد الكره يقبل ان يخلي واحد ينزل الملعب ما عندوش عقد؟ اذا المشكله مش عقود، لا هي مشكله لوائح. معلش، هي مشكله لوائح. والاتحاد العربي نفس المشكله بالمناسبه، لان لما يسيب الانديه في الوطن العربي يتعاملوا بهذا الاسلوب وهذه الطريقه مع بعض، يبقى الناس اللي قاعدين في الاتحاد العربي مش فاهمين ومش مركزين في اللي بيحصل. ما في اصول وفي اخلاقيات. اللي عايز يخرج كمان بره الاصول لازم يلاقي اللائحه اللي توقفه عند حده، لكن مدام ما فيش لائحه فكل شيء مباح. انا معاك في اخلاقيات، واللعيبه بقى عايش عندك، لعيبه تهرب هنا وترجع من هنا وده يروح هنا وده يجي، الموضوع كبير. اكيد اتفضل. انا شايف ان العقد شريعه المتعاقدين. تمام. انا لو عامل عقد بيجبر اللاعب او المدرب على انه يفكر، يعني انا مثلا لو عامل عقد شرط جزائي سنه، تمام، فانت بتتكلم مثلا في مليون و200 الف دولار او في مليون ونص دولار، ولا النادي اللي عايز يشتريه هيدفع الرقم ده، ولا هو نفسه هيستغنى عن شهر ولا شهرين ويديك الرقم ده. فبالتالي انت بتجبر كل المنظومه انها تتعامل باحترافيه من خلال العقود. دي وجهه نظر. انا مش مختلف معاك في بقولك في العقد قانونيا هو صحيح، لكن اخلاقيا هو باطل. يعني اخلاقيا كل اللي انتوا بتقولوه صح، والكلام ده ينطبق صحيح على كل الحالات، حتى صحيح لو لعيبه او صحيح مدربين. خلينا احنا لسه بنتكلم في موضوع رمضان صبحي وفي موضوع مين بينتقل من هنا لهنا ومين مدرب واحمد فتحي انت الاخر العقد هو اللي بيربطنا في صحيح العلاقه. ايوه، بس تامر كلمك على الاخلاقيات، يعني في حاجات برضو اصول قوي. يعني مثلا معلش سوريا، يعني احمد فتحي ما ينفعش يمشي مثلا من الاهلي، لان هو عاش حياته وشهرته كلها في الاهلي، نجاحاته كلها في الاهلي. هو خد عقده في الاهلي وجاي له عقد اكبر، بس هو في الاخر مثلا خد اعلانات من الاهلي كتير، خد نجاحات مع المنتخب كتير، خد بطولات بسبب ان هو في النادي الاهلي. بس ما سبكش يا كابتن، زي ما كان هو عادي ما سبكش. ما سبكش راح.